ألو، هنا مركز ترهيب الأطفال، من مزعلكم؟ عندكم ولد صغير مو راضي يسمع الكلام؟ وش اسمه؟ لو ما سمع الكلام بنجي ناخذه للمركز. بيسكت ولا نجيه؟ لو سكت ما راح نجيه. طيب هو ينام بدري ولا لا؟ الظاهر حنا بنجي وناخذه. يا عمليات، جهزوا السيارة. وين ساكنين؟ حنا جايينكم، لو عقل علمنا. ها عقل ولا لا؟ خلاص اوكي، خلاص ما راح نجيكم المرة هذه، بس لو رجع يزعجكم وما يسمع الكلام اتصلوا علينا. مع السلامة.